ابو حميد، عايز ابتدي بقى معاك البدايه من الاول، بدايتك مع الكوره، يعني ازاي انتقلت للنادي الاهلي او بدايتك كانت قبل النادي الاهلي ازاي؟ بص يا كابتن اسامه، انا هشرح لك الموضوع من الاول خالص بقى، من اول بدايتي للكوره. انا يمكن بدات في كان اول الموضوع خالص مع كابتن اسمه كابتن حمد فهيم. بدات معاه شويه في السنبلاوين. انت اصلا من المنصوره السنبلاوين؟ قريه طنباره بالاخص، مش السنبلاوين، مش السنبلاوين يعني، قريه جنب السنبلاوين، قريه طنباره. فانا بدات مع واحد اسمه عماد الغندور في اول مشواري، وبعدين كابتن حمد فهيم، وبعدين انتقلت لاكاديميه النادي الاهلي في المنصوره. قعدت بالظبط تقريبا 3 أو 4 شهور، كانوا بيعملوا ماتشات بصفه مستمره. كنت انا لسه داخل مع الاكاديميه جديد وكده، فدخلت في ماتش ضد اكاديميه النادي الاهلي في مدينه نصر. كابتن عبد المنعم عاشور دايما كان بيجي المنصوره على طول يتابع الماتشات دي، وكان مدير الاكاديميه في الوقت ده. كنت اتفرج على ماتش، عملنا ماتش كويس جدا، كسبنا 6-0. كنت جايب 5 أهداف من الـ6. يمكن الملعب كان لسه صغير برضو، وانا كنت مستغل الحاجات الصغير، يعني ان الملعب لسه صغير بتقدر توصل للجول بسرعه. فالحمد لله عملت ماتش كويس جدا. بعدها الكابتن عبد النبي عاشور طلبني ان انا ابقى موجود في اكاديميه النادي الاهلي اللي في مدينه نصر. شايف الصوره دي؟ يمكن انا بالصوره دي بقى، الصوره دي 2014 تقريبا مع كابتن ياسر. 2014 يمكن. شكري اللي فضحني بالصوره دي، محمد شكري صاحبي. زميلنا الدكتور احمد ثابت في قناه الاهلي هو اللي بعت لنا الصوره دي حالا دلوقتي. يمكن انا كنت اصلا بتكلم مع شكري بالذات قبل الحلقه على الصوره دي. احنا كنا بنعلق على الصوره دي قبل الحلقه على طول. فالصوره دي من 2014 طبعا. علاقتي باللعيبه دي كويسه جدا لغايه دلوقتي. وشكري بالذات، لان شكري معانا في سموحه. فكان ايام جميله جدا طبعا يعني مع كابتن ياسر. كان عندك كام سنه وقتها في الصوره دي؟ 14 15 سنه. 14 15 سنه بالظبط. يعني كان سن لسه صغير خالص يعني. بس الحمد لله ان احنا كبرنا يعني. على المصدر. فانا بتمنى التوفيق طبعا للناس اللي موجوده في الصوره، وشكري ان شاء الله يعمل موسم كويس مع سموحه باذن الله ان شاء الله. بعد ما انتقلت بقى، بعد المباراه اللي جبت فيها 5 6 أهداف، ورحت النادي الاهلي. بالظبط، انا انتقلت لاكاديميه النادي الاهلي. كابتن عبد النبي عاشور كان هو مدير الاكاديميه. بعدين قعدت بالظبط برضو من 2 لـ3 شهور في اكاديميه مدينه نصر. بنلعب بقى ماتشات مع الناشئين على طول. بين الاكاديميه وبتاع الناشئين. بالظبط، كنا بنعمل الماتشات دي كانت بصفه مستمره دايما. عملنا بالظبط ماتش كان مع 98، ما جاش الفرصه ان 99 يلعبوا مع الناشئين. فانا كابتن عبد النبي عاشور يعني رجحني ان انا ابقى موجود في 98، صعدني يعني سنه مع الناس اللي فوق علشان اشارك الماتش ده معاهم ضد الناشئين. الحمد لله عملنا ماتش كويس جدا مع الناشئين، كانت نتيجه 3-1. احرزت 2 هدف في الماتش ده. كان بعدها على طول كابتن احمد ماهر كان موجود. فاكر الماتش ده برضو؟ ماتش الزمالك، بس ده ماتش ده متاخر شويه يعني، ده 2018 او 2017. ده وانت عندك مثلا وقتها 17 سنه. 17 سنه بالظبط. بالظبط. بس ده الماتش ده تقريبا خلص 1-1 يعني. دي مباراه الداخليه. الداخليه ما شاء الله، يعني سرعة فائقة، خدت الكرة من المرمى للمرمى، مهارة عالية كمان. بالظبط، حلو إن فهد جالي تعب. ده فهد جمعة اللي صنعت له الهدف. بالظبط. بس فأنا يمكن بعدها رحنا لعبنا الماتش مع النادي الأهلي. حلوة ركلة الجزاء دي برضه. هسيبك تكمل، بس في لقطات حلوة بتتلعب يعني بتدل إن المهارة موجودة من زمان. الماتش ده كابتن أسامة بالأخص إحنا كنا خسرانين. كانت أمام المصري. إحنا كنا خسرانين 3-1. كان لغايه اخر بالظبط 8 دقائق قدرنا ان احنا نرجع بالنتيجه، وكسبنا 3-2 تقريبا الماتش ده. يعني كانت كسبنا 3-2 او مش فاكر بالظبط الماتش خلص تعادل، بس رجعت وكسبت. بس رجعنا رجعنا وكسبنا. يمكن البلين ده كان اول بلين. رحنا نجيب الكوره زي ما حضرتك شايف. وبعد كده رجعنا وقدرنا ان احنا نجيب الثاني والثالث، فالحمد لله يعني. بس فاحنا لعبنا ماتش مع 98 في الناشئين. عملنا ماتش كويس برضو، كانت النتيجه 3-1 للاكاديميه على فريق الناشئين اللي كان موجود وقتها. بعدين في اخر الدقايق هم تعادلوا معانا. في اخر الدقايق، بس الحمد لله احرزت 2 في الماتش ده. بعدها كابتن احمد ماهر اللي كان موجود طبعا رئيس قطاع. خلاص وقتها قال ان احنا محتاجين اللاعب معانا في قطاع الناشئين، ولازم يمضي في اسرع وقت. كان والدي خارج مصر طبعا في الوقت ده، كان موجود بره مصر، كانت والدتي اللي موجوده معايا على طول. اتكلمنا انا ووالدتي ان احنا لازم نمضي في اليوم اللي كان في يوم الماتش على طول. بعد الماتش طلعت رحت يمكن على الاداره، مضيت العقود هناك، مضيت الاستمارات بتاعت الناشئين، وخلاص بقيت لاعب في قطاع الناشئين. قعدت بالظبط بقى بتاع 8 سنين او 9 سنين من 2008. الحمد لله موجود في قطاع الناشئين، يمكن احسن لاعب 5 سنين متتاليه في الدوري. مين المدربين لهم فضل عليك في قطاع الناشئين اتعلمت منهم واضافوا لاحمد عبد القادر؟ في ناس كتير جدا، في كباتن كبار جدا زي
كابتن ناصر رجب طبعا، كابتن عصام صلاح ده برضو كان من ضمن الناس اللي كانت كويسه جدا معايا، كابتن محمد سعد، كابتن عمرو انور طبعا. يمكن انا اتعاملت مع كابتن انور عمرو انور بالظبط شهر ونص، يمكن دي الفتره اللي منه كتير. لا لا يعني بصراحه كابتن عمرو انور شخصيه محترمه جدا وبعرف اتعامل مع اللعيب كويس جدا وبيدي لكل لعيب حقه يعني. بيوظف كل لعيب زي ما اللاعب عايز وزي ما الفريق محتاج له يعني. وكابتن ياسر رجب طبعا 4 سنين قضيناهم مع بعض. واحنا بنتكلم على كابتن ياسر رجب وتقول ان اشتغلت معاه 4 سنين بالظبط. تعال نشوف التقرير ده وكابتن ياسر رجب بيقول ايه عن احمد عبد القادر.